أصدرت ويني مانديلا زوجة نيلسون مانديلا السابقة كتاباً حول اعتقالها في ظل نظام الفصل العنصري، والكتاب بعنوان 491 يوماً المعتقلة رقم 1323 على 69 وضع استناداً إلى دفتر اليوميات الذي كتبته عندما كانت معتقلة في بريتوريا من قبل النظام الجنوب أفريقي العنصري بين عامي 1969 و1970. كنت أقرأ مقطعاً واحداً ومن ثم أطرحه جانباً. لا يمكنني أن أصف بكلمات المشاعر والألم. وقد حصل الطلاق بين نيلسون وويني في العام 1996 بعد سنتين على انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا.